تخضبت دماء الشباب أرض ذي قار والنجف المنكوبتين بالفقد، فضاقت الدنيا بالعراقيين في جميع المحافظات ومنها بابل، وتحجرجت أرواحهم في صدورهم وقلوبهم التي انفطرت من الألم والأسى، فخرجوا في موكب مهيب يحملون نعوشا رمزية لتشييع الشهداء مساندين ذويهم ومطالبين بالعدالة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار في هذا اليوم المبارك. نقابة المعلمين فرع بابل ونقابة المعلمين قطاع المسيب وقطاع السدة تشارك الأخوة المتظاهرين في التشييع الرمزي لشهدائنا، شهداء محافظة بغداد ومحافظة الناصرية ومحافظة النجف وكل شهداء العراق الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيق مطالب الشعب وتحقيق ما يصبون إليه من الإصلاح والتغيير. اليوم قامت نقابة المعلمين فرع بابل بتشييع رمزي لشهداء الناصرية والنجف، ونحن طبعا بدورنا نطالب الجهات المسؤولة بالتحقيق ضد المسببين في قتل هؤلاء الشباب، والتحقيق يكون عادل. المشاركون في وقفات الاحتجاج طالبوا الحكومة بتتبع الجناة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشباب ومحاسبتهم. الشهداء الذين أزقت أرواحهم في الناصرية وفي النجف لابد أن تكون الحكومة العراقية باعتبارها ولي أمر الشعب أن تتبع الجناة الذين كان لديهم اليد الطولة في استشهاد هؤلاء الشباب وتحويلهم إلى المحاكم المختصة لكي يأخذ القضاء والعدالة مجراها الطبيعي. نستنكر بالعمل الإجرامي الجبان الذي طال شبابنا المتظاهر في ساحات العز والكرامة في محافظة الناصرية في محافظة النجف وجميع محافظات العراق. نكبة فقد جديدة يعيشها العراق أكثر ألما من سابقاتها، لتبقى أرضه رطبة بدماء أولئك الشباب لا تجف حتى تتفجر فيها دماء جديدة أخرى، فإلى متى؟